السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ اليوم إن شاء الله السكشن 7.3. هنا عندنا التكامل، في عندنا في تحت الجذر حدين، واحد المتغير مربع ومعه الحد الآخر عدد. ففي الحالة أنا ممكن أفكر في طريقة التعويضات المثلثية. نضع x تساوي جذر 25 5. طبعا في الحالة المتغير موجب والعدد سالب يكون الدالة المناسبة هي sec ثيتا. ثم نجيب الدي اكس تساوي 5 سك ثيتا تان ثيتا دي ثيتا، ونعوض في التكامل. الآن بيصبح التكامل بدلالة الثيتا، كان التكامل الأصلي بدلالة الإكس، الآن بيصبح بدلالة الثيتا. 1 على إكس تربيع هي 25 سك تربيع ثيتا جذر إكس تربيع هي 25 سك تربيع ثيتا ناقص 1. الدي إكس هو 5 سك ثيتا تان ثيتا دي ثيتا يساوي 5 على 25، طلع 1 على 5 برا التكامل. تكامل 1 سك ثيتا تان ثيتا دي ثيتا على سك تربيع ثيتا، هنا ناقص 25 تحت الجذر. الآن أنا لازم أخذ 25 عامل مشترك تحت الجذر حتى أطبق متطابقة مثلثية، فيصير جذر 25 عامل مشترك داخل قوس سك تربيع ثيتا ناقص 1 يساوي 1 على 5. طبعا عندي سك ثيتا فوق والسك تربيع تبقى تروح في من البسط، تبقى تان ثيتا دي ثيتا على سك ثيتا. الجذر عندي جذر تحت الجذر ضرب، الجذر يتوزع الضرب يصير جذر 25 في جذر سك تربيع ثيتا ناقص 1، والجذر 25 5 وفي الخمس يصير 1 على 25 برا التكامل. تكامل تان ثيتا دي ثيتا على سك ثيتا، سك تربيع ناقص 1 هي تان تربيع، تان تربيع تحت الجذر تصير تان، تروح التان مع التان تصير 1 على 25 تكامل، 1 على سك هي كوساين ثيتا دي ثيتا تصير 1 على 25 تكامل الكوساين ساين ثيتا زائد سي. طلع الجواب الآن بدلالة الثيتا، لابد الجواب النهائي يكون بدلالة الإكس لأن التكامل بدلالة الإكس. فالآن بغير من الثيتا إلى الإكس، حتى أغير من الثيتا للإكس أستخدم المتطابقة هذه اللي فرضتها أول فرضية. المتطابقة هذه لو جبنا السك ثيتا تساوي إكس على 5 وأرسم المثلث قائم الزاوية، الزاوية الحادة فيه اسمها ثيتا، قائم الزاوية يعني الزاوية 90، ولكن السك هو عبارة عن الوتر على المجاور في المثلث قائم الزاوية. الوتر إكس اللي قابل 90 والمجاور للزاوية ثيتا
هو 5. ومن نظرية فيثاغورس يطلع المقابل عبارة عن جذر مربع الوتر ناقص مربع المجاور. الآن أرجع للجواب، 1/25 الساين عبارة عن المقابل على الوتر زائد سي يساوي 1/25 المقابل هو جذر إكس تربيع ناقص 25 على الوتر هو إكس زائد سي. يعني يساوي جذر إكس تربيع ناقص 25 على 25 إكس تربيع زائد سي. تكامل دي اكس على جذر 4 اكس تربيع ناقص 25. ايضا هذا تكامل فيه جذر، وتحت الجذر حدين، واحد من الحدين متغير مربع والاخر عدد. في الحالة افكر بالتعويضات المثلثية Trigonometric Substitution. ممكن آخذ 4 عامل مشترك قبل ما أطبق التعويضات المثلثية. 4 مشترك يبقى داخل قوس إكس تربيع ناقص 25 على 4، وهذا يساوي تكامل دي إكس. الجذر يتوزع الضرب، جذر 4 في جذر القوس، جذر 4 2، طلع النص برا. جذر إكس تربيع ناقص 25 على 4. الآن أطبق المتطابقات المثلثية. إكس تساوي جذر 25 على 4 هو 5 على 2، وطبعا الدالة هي سيك ثيتا، و أشتق دي إكس يساوي 5 على 2 مشتقة السك، طبعا بالنسبة للثيتا سك ثيتا تان ثيتا دي ثيتا. ثم أعوض في التكامل، هذا نفس السؤال السابق اللي هي فكرة التعويض هي سك ثيتا، فممكن نوجد نكمل الحل ونوجد ناتج التكامل. تكامل جديد دي اكس على اكس جذر 9 زائد اكس تربيع. هنا الجذر تحته حدين، واحد متغير مربع والحد الآخر هو عدد. إذا فكر بالتعويضات المثلثية، بوت إكس يساوي جذر 9 3، طبعا هنا المتغير موجب والعدد موجب، إذا الدالة المناسبة هي تان ثيتا. أجيب بعد دي اكس مشتقة الطرفين، دي اكس يساوي 3 مشتقة التان بالنسبة للثيتا هي السك تربيع ثيتا دي ثيتا. الآن بيصير التكامل بدلالة الثيتا، كان بدلالة الاكس بيصبح بدلالة الثيتا، 3 سك تربيع ثيتا دي ثيتا على الاكس 3 تان
ثيتا جذر 9 زائد الإكس تربيع، هي 9 الإكس تربيع ربع الإكس، 9 تان تربيع ثيتا يساوي 3، راحت مع 3 سك تربيع ثيتا على تان ثيتا، آخذ مشترك 9، يصير داخل قوس 1 زائد تان تربيع ثيتا يساوي تكامل سك تربيع ثيتا على تان ثيتا. الجذر يتوزع على الضرب، جذر 9 3 يعني ثلث برا، الجذر 1 زائد تان تربيع اللي هو سك تربيع تحت الجذر يصير سك. هنا عندي سك تربيع على السك يطلع سك فوق، سك ثيتا على تان ثيتا دي ثيتا. يعني يطلع دائما التكامل في دوال مثلثية، يعني التعويضات درس التعويضات المثلثية يطلع لك تكامل أكيد فيه دوال مثلثية، لأن الفرضية أساسا فيها دالة مثلثية فرضية الإكس. فالتكامل هذا أنا ممكن أغيره إلى الكوساين والساين، السك 1 على كوساين والواحد على تان هي كوساين على ساين. فتروح الكوساين مع الكوساين يصير واحد على ساين، يبقى واحد على ساين اللي هو كوسيك ثيتا دي ثيتا يساوي. طبعا التكامل الكوسيك لازم يحفظ له قاعدة جاهزة لن مقياس كوسك ثيتا ناقص كوتان ثيتا زائد سي. الآن الجواب بدلالة الثيتا، الرجع بدلالة الإكس عن طريق أني أستخدم الفرضية اللي فرضتها لأرسم المثلث قائم الزاوية، يعني تان ثيتا من الفرضية اللي فوق تساوي إكس على 3، ولكن التان في المثلث قائم الزاوية هو عبارة عن المقابل على المجاور، المقابل هو هذا الضلع إكس المجاور هذا الضلع، يطلع لازم نجيب الوتر من نظرية فيثاغورس، يطلع جذر مربع المقابل زائد مربع المجاور. إذا أنا جبت أضلاع المثلث كاملة وبالتالي ممكن أنا أحل التكامل، يصير بدلالة الإكس ثلث، لأن الكوسك عبارة عن الوتر على المقابل ناقص الكوتان عبارة عن المجاور على المقابل، يصير ثلث لن الوتر عندي جبته جذر اكس تربيع اللي يقابل الوتر هو اللي يقابل الزاوية 90 على المقابل X
ناقص المجاور 3 على المقابل إكس زائد سي. أصبح الجواب بدلالة الإكس وهو المطلوب النهائي. تكامل جذري دي إكس على إكس في جذر 4 ناقص إكس تربيع. أيضا هنا جذر، تحت الجذر حدين، أحد الحدين المتغير مربع والحد الآخر عدد، ممكن أطبق التعويضات المثلثية، أضع الإكس تساوي جذر 4 2. الآن المتغير سالب والعدد موجب، إذن الدالة المناسبة هي ساين. طبعا ممكن استخدم كوساين. دي اكس يساوي 2 مشتقة الساين كوساين ثيتا دي ثيتا. الآن بيصبح التكامل بدلالة الثيتا، الدي اكس 2 كوساين ثيتا دي ثيتا على الاكس 2 ساين ثيتا جذر 4 ناقص اكس تربيع، عبارة عن ربع الاكس 4 ساين تربيع ثيتا. 2 تروح مع 2 تصير تكامل كوساين ثيتا دي ثيتا على ساين ثيتا، اخذ مشترك 4 يصير داخل قوس 1 ناقص ساين تربيع يساوي تكامل كوساين ثيتا دي ثيتا على ساين ثيتا جذر 4 2 في جذر القوس النص يطلع برا، تصير جذر 1 ناقص ساين تربيع اللي هو كوساين تربيع تحت الجذر يصير كوساين. كوساين تروح مع الكوساين يصير نص، كوساين تروح مع الكوساين يصير نص. تكامل 1 على ساين اللي هو كوسيك ثيتا دي ثيتا نص، تكامل الكوسك محفوظ لين مقياس كوسك ثيتا ناقص كوتان ثيتا زائد سي. الآن نرسم المثلث القائم الزاوية باستخدام هذه العلاقة، ساين ثيتا تساوي إكس على 2، ولكن الساين هي المقابل على الوتر. وارسم مثلث قائم الزاوية، الزاوية الحادة في ثيتا قائم الزاوية، المقابل إكس الضلع هذا المقابل للثيتا، الوتر هو الضلع المقابل للزاوية 90، يعني هذا الضلع. نظرية فيثاغورس يطلع هذا جذر 4 ناقص إكس تربيع، يعني مربع الوتر ناقص مربع المقابل. نرجع للناتج التكامل، نص لين الكوسك عبارة عن الوتر على المقابل ناقص الكوتان عبارة عن المجاور
على المقابل زائد سي يساوي نص لين الوتر عندنا 2 على المقابل اكس ناقص المجاور جذر 4 ناقص اكس تربيع على المقابل اكس. الآن ناخذ سكشن جديد 7.4 وهو يتكلم عن كسور البسط كثيرة حدود والمقام كثيرة حدود، عبارة عن كسر تكامل، عبارة عن تكامل كسر البسط بولونوميال والمقام بولونوميال. هنا البسط 5 اكس تربيع ناقص 10 اكس ناقص 8 على اكس تكعيب ناقص 4 اكس دي اكس. حتى نحل مثل هالتكاملات، البسط هنا كثيرة حدود والمقام كثيرة حدود، لازم نشوف من درجة البسط أكبر ولا أقل ولا تساوي. هنا في السؤال درجة البسط أقل ودرجة المقام أكبر 3، ففي الحالة هذه أنا ممكن أفكر بطريقة البارشل فراكشنز، الكسور الجزئية. الكسور الجزئية فيها خطوات، الخطوة الأولى أن لازم المقام متحلل إلى عوامل من الدرجة الأولى. نلاحظ المقام هنا درجة ثالثة، لازم أنا أحول المقام أو أكتب المقام إلى عوامل أولية بشكل أصح، عوامل أولية وليست عوامل من الدرجة الأولى، لازم إنما عوامل أولية. بنشوف بعد شوي إيش معنى العوامل الأولية، يعني العوامل الأولية ما هي نفسها فقط عوامل الدرجة الأولى، في أحيانا درجة ثانية تسمى عامل أولي إذا كان مميزة سالب. فالآن أول خطوة لابد أني أحلل المقام، إذا بالبارشل فراكشن، بارشل فراكشنز، البارشل فراكشنز نستخدمها نطبقها في حالة درجة البسط أقل من درجة المقام، وطبعا البسط كثيرة حدود والمقام كثيرة حدود. الآن آخذ الانتجراند وأحلل المقام، المقام آخذ إكس مشترك يبقى داخل قوس إكس تربيع ناقص 4 أيضا القوس إكس تربيع ناقص 4، أشوف هل أقدر أحلل زيادة لعوامل الدرجة الأولى؟ نعم أقدر أحلل، لأن الفرق بين مربعين تحلل x ناقص 2 في x زائد 2. إذا الآن أنا عملت أول خطوة اللي هي حللت المقام إلى عوامل أولية، يعني عوامل أولية هي قسمين، إما عامل من الدرجة الأولى أو عامل القوس من الدرجة الثانية مميز وسالب. هنا الإكس درجة أولى، إكس ناقص 2 درجة أولى، إكس زائد 2 درجة أولى. إذن الآن أو انتهيت من أول خطوة، الخطوة اللي بعدها أكتب الثوابت، الثوابت الإكس اللي تحت العامل بما أنها درجة أولى، العامل اللي فوقها A على إكس، إكس ناقص 2 أيضا الدرجة الأولى، العامل اللي فوقها B.
الاكس زائد 2 عامل من الدرجة الأولى، إذن الثابت اللي فوق سي، فأصبح الآن الانتجراند الدالة اللي نكاملها أصبحنا كتبناها على شكل ثلاث كسور، ثلاث كسور، وكلها كسور سهلة أكاملها، يعني ناتج التكامل كأنه هو تكامل هذا A على X زائد B على X ناقص 2 زائد C على X زائد 2، وهذه التكاملات كلها سهلة. ناتج طبعا الـ A ثابت، راح عدد، راح يطلع عندي A لن مقياس X ناتج التكامل زائد B لن مقياس X ناقص 2 زائد C لن مقياس X زائد 2 زائد C. حتى أنهي حل السؤال لازم أوجد الثوابت A و B و C. طيب كيف نجيبها؟ نرجع للخطوة هذه، ووحد المقامات، يعني أول كسرين، أول كسرين بيكون عندي أنا حتى أوحد المقامات لازم الكسر الأول أضربه في إكس ناقص 2 في إكس زائد 2، والمقام بيكون إكس في إكس ناقص 2 في إكس زائد 2. الكسر الثاني حتى أوحد المقامات من أجله أضرب الكسر في إكس وإكس زائد 2، والكسر الثالث حتى أوحد مقامات من أجله أضرب الكسر بسطا ومقاما في إكس في إكس ناقص 2. فلاحظ المقامات الآن توحدت. طبعا هذا الكلام كله يساوي الكسر اللي فوق، لأن أمام عندنا مساواة، 5 إكس تربيع ناقص 10 إكس ناقص 8 على إكس في إكس ناقص 2 في إكس زائد 2. طبعا بالنسبة الحد هذا تلاحظ المقامات موحدة، فبالتالي أجمع الكسور بيصير عندي كسر واحد كسر واحد الكسر واحد، المقام الموحد ينزل وبس. إيش أجمع البسط مع البسط مع البسط، لأن المقامات موحدة على المقام الموحد. طيب صار الآن عندي كسر هذا، كسر هذا يساوي الكسر هذا،
والمقام يساوي المقام، فلازم البسط يساوي البسط، كسر يساوي كسر، والمقام يساوي المقام. لازم أكيد إن البسط يساوي البسط. 5x تربيع ناقص 10x ناقص 8 يساوي البسط هذا a في x ناقص 2 في x زائد 2 زائد bx في x زائد 2 cx في x ناقص 2. طيب حتى أوجد الـ A والـ B والـ C، الآن أضع الـ X قيم معينة. لو وضعت الـ X بصفر في الطرفين، لو وضعت الـ X بصفر، الحد هذا راح يروح والحد هذا راح يروح، وبالتالي أنا حصلت على الـ A. الحد الثاني والثالث في الطرف الأيمن بيروحون، وهنا في الطرف الأيسر راح يصير ناقص 8 وهنا إكس بصفر، إكس بصفر ناقص 2 في 2 ناقص 4 A، يعني الـ A ب2، طلعت قيمة الـ A. الآن نضع الـ X مثلا ب2 لو وضعنا اكس ب2، الحد الاول من الطرف الايمن بيروح والحد الثالث بيروح، وكذا طلعت البي. طيب لو وضعنا الاكس ب2 في الطرف الايسر، يصير 4 في 5 20، 20 ناقص 20 صفر، يبقى ناقص 8، وقلنا ما يبقى إلا الحد الأوسط الإكس ب2، 2 زائد 2 4، 4 في 2 8، 8 بي، يطلع البي بسالب 1. نضع الآن الإكس بسالب 2، لو وضعنا اكس بسالب 2 في الطرف الايمن بيروح الحد الاول والحد الثاني، بيبقى الحد الثالث، يعني بطلع السي. لو وضعنا الان في الطرف الايسر الاكس بسالب 2، 4 في 5 20، 20 زائد 20 40، 40 ناقص 8 32 يساوي، يبقى قلنا في الطرف الأيمن الحد الثالث x بسالب 2، سالب 2 سالب 2 سالب 4، سالب 4 في سالب 2 سالب 8 سي، ومنها ال b تطلع سالب 4. الآن أعوض في الخطوة هذه، يطلع عندي أعوض في الخطوة هذه، يطلع نتيجة التكامل. يعني الـ I التكامل يساوي الـ A طلعناها 2 لن مقياس الـ X، الـ B سالب 1 لن مقياس x ناقص 2، السي هنا هذه سي، السي قيمتها سالب 4 لن مقياس x زائد 2 زائد كونستانت سي.
هنا عفوا إذا وضعنا الإكس سالب 2 يطلع 32 يساوي هنا سالب 2 في سالب 2 سالب 4، سالب 4 في سالب 2 موجب 8، وبالتالي تطلع السي زائد 4، يطلع الجواب النهائي السي هنا زائد 4. تكامل 2 اكس تربيع ناقص 25 اكس ناقص 33 على اكس زائد 1 الكل تربيع في اكس ناقص 5 دي اكس. البسط كثيرة حدود والمقام كثيرة حدود، لأن الأقواس لو فكيتها وضربت ببعض بيطلع لي كثيرة حدود الناتج، ودرجة البسط 2 ودرجة المقام 3، لأن هنا هذا أكبر قوة إكس تربيع بنضرب في الإكس يطلع إكس تكعيب، يعني درجة المقام 3، درجة البسط أقل من درجة المقام. إذا نستخدم البارشل فراكشنز، البارشل فراكشنز أول خطوة فيه تحليل المقام للعوامل الأولية، ولو نظرت للمقام تجده محلل جاهز، يعني إحنا في الخطوة الأولى كفينا إياها موجودة في السؤال. طيب الخطوة اللي بعدها نكتب الثوابت، لاحظ x زائد 1 من الدرجة الأولى، لكن الآن أسه 2، فبالتالي بصير عندي كسرين. الكسر الأول عادي ل a فوق على x زائد 1 بدون تربيع، وبعدين الكسر الثاني b على x زائد 1 الكل تربيع، x ناقص 5 من الدرجة الأولى، وأسه طبعا 1 ما عنده إلا كسر واحد اللي هو c على x ناقص 5. يعني الانتجراند الدالة المكاملة في السؤال كتبناها على شكل مجموع ثلاث حدود، يعني أقدر أكاملهم لأن الحدود كل واحد منهم أسهل من التكامل الأصلي. يعني ناتج التكامل يصير تكامل A على X زائد 1 زائد b على x زائد 1 الكل تربيع زائد c على x ناقص 5 كلها dx. طبعا التكاملات هذه سهلة، ال a وال b وال c ثوابت، يعني بتطلع اصلا a برا كأنك تطلع برا ال a لن مقياس x زائد 1، وال b برا، وهذا لو حسبت تكامله اللي هو هذا يطلع سالب. واحد على إكس زائد واحد والسي عدد يطلع برا لن مقياس إكس ناقص 5 زائد ثابت. الآن بقية الحل إني أوجد الثوابت هذه الـ A والـ B والـ C. حتى أجدها أروح للخطوة هذه، وأوحد المقامات. الكسر الأول راح أضربه في x زائد 1 في x ناقص 5، طبعا بسطا ومقاما.
الكسر الثاني راح أضربه في إكس ناقص 5 فصلا ومقاما. الكسر الثالث راح أضربه في إكس زائد 1 لكل تربيع بسطا ومقاما. فأصبحت الآن كما تلاحظ المقامات موحدة، وبالتالي أنا ما دام المقامات موحدة أنا ممكن أجمع البسط مع البسط مع البسط مباشرة، على المقام الموحد. طبعا هذا يساوي مثل ما تلاحظ، هذا يساوي طبعا الكسر اللي في السؤال، هذا الكسر 2 اكس تربيع ناقص 25 اكس ناقص 33 على x زائد 1 لكل تربيع في x ناقص 5. عندنا الآن كسر يساوي كسر، والمقام يساوي المقام، إذا لابد أن البسط يساوي البسط. نضع الآن إكس قيمة معينة، نضع مثلا الإكس 5 في الطرفين، نضع الاكس بخمسة، 2 في 25 50 ناقص 25 في 5 ناقص 33 يطلع ناقص 108. لو وضعنا الاكس بخمسة راح يروح الحد الأول والثاني، بيبقى الحد الثالث 5 زائد 1 6، 6 تربيع 36 سي، يطلع السي 3. الآن نضع إكس بسالب 1 في الطرفين، 2 في 1 2، 2 زائد 25 27، 27 ناقص 33 ناقص 6. لو وضعنا في الطرف الأيمن x سالب 1، الحد الأول يروح والحد الأخير، بيبقى الحد الأوسط سالب 1 سالب 5 سالب 6 بي، يعني البي 1. طيب الآن حتى نجيب المتغير الأخير الـ A، نضع مثلا إكس أي قيمة، أسهل قيمة الصفر، أسهل في التعويضات. لو وضعنا إكس بصفر يطلع الطرف الأيسر سالب 33، ولو وضعنا إكس بصفر في الطرف الأيمن هيطلع معنا 1 في سالب 5 سالب 5 A، وهنا عندي 0 ماينس 0 ماينس 5 ماينس 5 في ال B، 1 يعني ماينس 5،
ولو وضعنا هنا اكس بصفر، صفر تربيع صفر زائد واحد واحد، واحد تربيع واحد زائد السي سالب ثلاثة، يعني ننقل سالب ثمانية يصير زائد ثمانية يعني سالب 25 يساوي سالب 5a، يعني ال a موجب 5، وبالتالي طلع عندي التكامل قيمته، أرجع أعوض في الخطوة هذه. الـ A 5 لن مقياس x زائد 1 ناقص الـ B 1، الـ B 1 الـ C سالب 3. اكس اس 6 ناقص اكس تركيب زائد 1 كثيرة حدود من الدرجة السادسة على اكس اس 4 زائد 9 اكس تكعيب كثيرة حدود المقام الدرجة الرابعة. في الحالة استخدم ما اقدر طبعا استخدم البارشل فراكشنز لان درجة البسط الان اصبحت اكبر. اذا كان درجة البسط أكبر من درجة المقام أو تساويه، وكان البسط كثيرة حدود والمقام كثيرة حدود، أستخدم اللونج ديفيجن القسم المطول، آخذ البسط وأقسمه على المقام قسمة مطولة، أقسم إكس أس 6 على إكس أس 4، إكس أس 6 على إكس أس 4 يطلع إكس تربيع، أضرب إكس تربيع في الحدين المقسوم عليه، إكس تربيع في إكس أس 4 إكس أس 6 زائد 9 إكس أس 5، نغير الإشارات اكس اس 6 تروح مع اكس اس 6، وهنا انزل ناقص 9 اكس اس 5، اقسمت ناقص 9 اكس اس 5 على اكس اس 4 يطلع ناقص 9 اكس، اضرب ناقص 9 اكس في الحدين ناقص 9 اكس اس 5 ناقص 9 اكس في زائد 9 اكس تكعيب ناقص 81 اكس اس 4، غير الاشارات راح 9 اكس اس 5 الجديدة مع ناقص مع 9 اكس اس 5 لفوق، يبقى هنا 81 اكس اس 4، اقسمها على اكس اس 4 يطلع 81، اضرب 81 في الحدين 81 اكس اس 4 بعدين 81 في 9 729 اكس تكعيب، وغير الإشارات راح
راح 81 اكس اس 4 مع 81 اكس اس 4 بقي ناقص 729 اكس تكعيب. الآن ما أستطيع أقسم لأنه الباقي اكس اس تكعيب درجة الثالثة والمقسوم عليه اكس اس 4، إذا راح نوقف. لكن أجمع ناقص 700 ناقص 729 مع ناقص 1 يطلع ناقص 730. طبعا زائد 1، انزل الواحد، فطلع عندي الآن طبعا القسمة دائما هي عبارة عن خارج القسمة زائد الباقي على المقسوم عليه. يساوي خارج القسمة هذا اكس تربيع ناقص 9 اكس زائد 81 زائد الباقي ناقص 730 اكس تكعيب زائد 1 على المقسوم عليه اكس اس 4 زائد 9 اكس تكعيب. اصبح عندي الان تكاملين، التكامل الاول اكس تربيع ناقص 9 اكس زائد 81 سهل، بقي حل التكامل هذا. هذا الآن درجة الباقي، درجة البسط 3 ودرجة المقام 4، إذا أنا ممكن أستخدم الكسور الجزئية البارشل فراكشن. طبعا التكامل هذا البارشل فراكشنز لازم احلل المقام لعوامل اوليه، فامسك التكامل نفسه الانتجراند الداله المكامله واحلل المقام لعوامل اوليه، اخذ مشترك اكس تكعيب يصير داخل قوس اكس زائد 9 طيب الاكس الاكس هذه اللي تحت التكعيب من الدرجه الاولى، اذا عوامل هذا عامل اولي اكس زائد 9 من الدرجه الاولى اذا عامل اولي، اذا الان انا على طول اعمل كتابه الثوابت. هنا بما ان تكعيب بيصير عندي ثلاث كسور، الكسر الاول اي على اكس، الكسر الثاني بي على اكس تربيع، الكسر الثالث سي على اكس تكعيب، واكس زائد 9 الكسر اللي قابله اللي هو دي على اكس زائد 9. واوجد الثوابت A و B و C و D. طبعا اصبح الان التكامل يساوي، ارجع اعوض هنا الخطوة هذه، تكامل الإكس تكعيب عفوا الإكس تربيع إكس تكعيب على 3، 9 إكس تكاملها 9 إكس تربيع على 2، 81 تكامله 81 إكس. بعدين A وكامل هذه
A لن مقياس إكس، والبي هيطلع ناقص بي على إكس، وهذا لو كملنا هيطلع ناقص 2 إكس أس ناقص 2 على ناقص 2، يعني بيطلع ناقص سي على 2 إكس تربيع. وباقي الحد الأخير دي لن مقياس x زائد 9 زائد c. الباقي الآن أني أوجد الثوابت a و b و c و d، طبعا أوجدها عن طريق أني أوحد المقامات في الخطوة هذه، أوحد المقامات وبعدين أصير المقام المتوحد في جميع القشور الأربعة، وأجمع البسط مع البسط مع البسط، وبعدين أقول الكسر يساوي الكسر يعني، والمقام يساوي المقام، إذا لازم البسط يساوي البسط، وأفرض قيم معينة للإكس تطلع عندي الثوابت A و B و C و D. فأترك لك الحل، حتى تطلع الـ A والـ B والـ C والـ D، يطلع الجواب النهائي X تكعيب على 3 ناقص 9 X تربيع على 2 زائد 81 X ممكن تطلع الثوابت الـ A والـ B والـ C والـ D. تكامل X الستة ناقص X تكعيب زائد 1 على إكس أس 4 زائد 9 إكس تكعيب إكس تربيع عفوا. هنا البسط كثيرة حدود من الدرجة السادسة، والمقام كثيرة حدود من الدرجة الرابعة، إذن استخدم اللونج ديفيجن. قسمة مطولة، فناخذ البسط نقسمه على المقام، يسمى المقام مقسوم عليه،
والبسط مقسوم، اكس الستة أربعة يطلع اكس تربيع، اكس الستة زائد تسعة اكس أس أربعة، غير الإشارات، ناقص تسعة اكس أس أربعة ناقص تسعة ناقص تسعة اكس أربعة ناقص 81 اكس تربيع، غير الإشارات، فبيبقى ناقص اكس تكعيب واحد ناقص زائد 81 اكس تربيع زائد واحد. طبعا هنا الباقي درجته أقل من المقسوم عليه، فهنا نتوقف عن القسمة. يطلع التكامل المقسوم عليه اكس تربيع ناقص تسعة زائد المقسوم الباقي على المقسوم عليه. أول حدين سهلة، إكس تربيع وتسعة سهلة تكاملها. ناخذ تكامل هذا الكسر، درجة البسط ثلاثة ودرجة المقام أربعة، كثرة حدود على كثرة حدود. إذا ممكن أفكر بطريقة البارشل فراكشنز، أحلل المقام إلى عوامل أولية، أخذ مشترك إكس تربيع، يبقى داخل قوس إكس تربيع زائد تسعة. طيب الآن الإكس تربيع، الإكس هذه الإكس اللي تحت التربيع من الدرجة الأولى، إذا هذا مجهز ومتحلل. لما نجي هنا الإكس تربيع زائد تسعة، هذا لو حسبت المميز حقه يطلع سالب، من الدرجة الثانية احسب المميز، المميز لو بي تربيع ناقص أربعة أي سي، البي هنا ما عندي اكس، البي صفر، صفر ناقص أربعة، الاي واحد معامل الاكس تربيع، السي تسعة يعني ناقص 36 سالب. إذا كان المقدار من الدرجة الثانية مميزه هو سالب فإنه لا يتحلل، خلاص يصير هو عامل أولي ما يتحلل في الأعداد الحقيقية فيظل نفسه. فروح الآن أنا أكتب إذا لا يتحلل، يسمى لا يتحلل يعني خلاص الزيادة يعني يسمى عامل أولي. فراح أكتب الثوابت، الإكس تربيع هذه عشان تربيع، والإكس من الدرجة الأولى إذا من يقابلها كسرين، A على X وB على إكس تربيع. أما إكس تربيع زائد تسعة لا يتحلل، لكن من الدرجة الثانية، لكن من الدرجة الثانية الثوابت اللي فوقها شكلها يختلف، يكون سي إكس زائد دي على نفس القوس اكس تربيع زائد تسعة. فعندي الآن ثلاث أربع ثوابت لازم أجيبها A و B و C و D، فيصبح التكامل، عوض هنا، تكامل الإكس تربيع إكس تكعيب على ثلاثة، تكامل التسعة تسعة إكس، بعدين أكامل الحدود هذه، طبعا الـ A يطلع برا، وتكامل الواحد على إكس لين مقياس إكس، الواحد على إكس تربيع تكاملها ناقص واحد على إكس يعني ناقص بي على اكس، وهنا هذا راح يتجزأ جزئين، سي اكس على اكس تربيع زائد تسعة زائد دي على اكس تربيع زائد تسعة، يعني هنا بيطلع
زائد سي، طبعا هيطلع اضرب باثنين وهنا نص، يعني سي على اثنين لين اكس تربيع زائد 9، وبعدين دي تان انفرس اي على اكس على 3، وطبعا هنا على 3، هذا من درس الدوال المثلثية العكسية زائد سي. فبقي عليه اطلع الاي والبي والسي والدي. إن كيف اطلعها؟ اني اروح للخطوة هذه واحد المقامات، بعد توحيد المقامات تجمع البسط مع البسط مع البسط، والكسر يساوي الكسر، والمقام يساوي المقام، اذا لازم البسط يساوي البسط، واعوض بقيم معينه اكس، يطلع الاي والبي والسي والدي. فبيطلع عندك ناتج التكامل اكس تكعيب على 3 ناقص 9 اكس الـ A لو حسبتها راح تطلع 0. ممكن الـ A أو الـ B أو الـ C أو الـ D تطلع 0، يعني واحد منهم يطلع 0. فهنا الحقيقة إن الـ A بتطلع 0، معناها الحد هذا راح. البي راح تطلع، البي راح تطلع 1/9، السي راح تطلع -1، وبالنسبة دي على 3 راح تطلع العدد هذا، دي على 3 بيطلع ناتج دي على 3 728 على 27 تان انفرس اكس على 3 زائد سي. يعني هنا احنا قلنا الاي بتطلع 0، طيب نجي للسكشن جديد 7.5. هنا الجذر تحته حدين، لكن الحدين مش مثل التعويضات المثلثية، أحد الحدين عدد، هنا كلا الحدين متغير، وعندي المتغير واحد على شكل تربيع والآخر بدون أس واحد. فهنا أنا ممكن أفكر بطريقة إكمال المربع completing squares. هذه الطريقة طبعا حتى أطبقها لازم أنا أخلي معامل الإكس تربيع أخليه 1، وكيف أخليه 1؟ أخذ ناقص مشترك، يصير داخل قوس إكس تربيع ناقص 4 إكس. طيب وراح أكمل مربع داخل القوس، داخل القوس كيف نكمل المربع؟ ناخذ معامل الإكس العدد بدون السالب 4، وأجيب نصفه، يعني أقسم على 2، 4 على 2 2، بعدين أربع
ربع الاثنين 4، اروح اضيف 4 يعني الناتج هذا الاخير واطرحه داخل القوس، اصبح التكامل جذر سالب اكس تربيع ناقص 4 اكس، اضيف 4 واطرح 4 داخل القوس، داخل القوس يساوي دي اكس على جذر سالب اول 3 حدود تسمى كومبليت سكوير، مربع كامل، والمربع الكامل يكتب على شكل قوس تربيع جذر الاكس تربيع اكس جذر 4 2 وإشارة الحد الأوسط سالب، وبقي معي +4. الآن أضرب السالب جوا الجذر سالب 4 في سالب يصير 4 ناقص إكس ناقص 2 الكل تربيع. الآن استخدم طريقة التعويض العادية اليو بوت يو تساوي اللي تحت التربيع إكس ناقص 2 دي يو تساوي دي إكس، أصبح التكامل يساوي دي إكس دي يو على جذر 4 ناقص يو تربيع. طبعا هذا التكامل ممكن أي أحله بالتعويضات المثلثية اللي هو السكشن 4.73، ولا في حل سريع، هذا طبعا هو ناتجه السريع اللي هو ساين انفيرس يو على 2 زائد سي يساوي ساين انفيرس اليو هي اكس ناقص 2 على 2. يعني هنا طريقة الحل في البداية هي أخذت سالب مشترك حتى أخلي إكس تربيع داخل القوس هنا يصير إكس تربيع معامله 1، إذا أصبح معامل إكس تربيع 1 أقدر أطبق ما يسمى طريقة إكمال المربع completing square، إكمال مربع المربع. بعد إكمال المربع ظهر لي تكامل بدلالة اليو، وتشوف على التكامل من أي درس، هذا طبعا بيكون بالدروس السابقة. تكامل 1 على إكس تربيع ناقص 6 إكس 34 الكل أس 3 على 2. هنا عندي إكس تربيع عندي 6 إكس، طبعا حتى لو ما كان عندي العدد أو عندي عدد أنا أفكر بطريقة إكمال مربع، إذا إكمال مربع حتى نطبقها لابد يكون أقل شيء عندي إكس تربيع وعندي إكس أقل شيء. نكمل المربع هنا معامل اكس تربيع زائد 1، اذا انا على طول ممكن اكمل المربع مباشرة. اكس تربيع ناقص 6 اكس 6 نصفها 2، عفوا 6 نصفها 3، ربع الثلاثة 9، اذا اروح اضيف 9
اطرح 9 داخل القوس، زائد 34، الكل أس 3 على 2. أول 3 حدود تسمى مربع كامل. المربع الكامل يكتب على شكل قوس تربيع جذر الإكس تربيع إكس، جذر 9 3، وإشارة الحد الأوسط سالب. 34 ناقص 9 يعني 25، الكل أس 3 على 2. ثم استخدم طريقة التعويض العادية، بوت إكس ناقص 3 اللي تحت التربيع إكس ناقص 3 ضعف يو، أجيب المشتقاق دي إكس يساوي دي يو، أصبح التكامل دي يو على يو تربيع زائد 25 أس 3 على 2. طبعا هذا ما أقدر أستخدم فيه الدوالة العكسية لأنه هنا عندي أس 3، فأفكر بطريقة الـ Triangulometric Substitutions، التعويضات المثلثية اللي هو Section 7.3، بوت يو يساوي جذر 25 5، والدالة المناسبة هي تان لأن اليو تربيع موجب وال25 موجب. بعدين أجيب الدي يو يطلع 5 سك تربيع ثيتا دي ثيتا، ثم نكمل الحل. التكامل هذا محدد definite integral من 0 ل 25 واحد على جذر 4 زائد جذر اكس دي اكس. طبعا هذا جديد الآن، فكرة جديدة، لكن لو تأملنا المقام نلقاه جذر كبير، فإيش اللي ممكن أسويه حتى أتخلص من الجذر الكبير؟ إني أفرض اللي تحت الجذر بشيء مربع، طبعا أقل شيء يو تربيع. فالآن إذا شلت الأربعة زائد جذر إكس وضعت مكانها يو تربيع، يو تربيع وعندها تحت جذر، هو يصير يروح الجذر مع التربيع. لكن هنا العلاقة هذه أشتقها، الأربعة مشتقتها صفر والجذر إكس مشتقتها 1 على 2 الجذر دي اكس، واشتق يو تربيع 2 يو دي يو. اضرب الطرفين في 2 جذر اكس حتى احصل على الدي اكس، دي اكس يساوي 4 جذر اكس يو دي يو. دي اكس يساوي الأربعة، الجذر اكس عبارة عن من العلاقة هذه، عبارة الجذر اكس عبارة عن يو تربيع ناقص 4 في يو دي يو، يعني الدي اكس يساوي اضرب يو جوا والأربعة كذلك، 4 يو تكعيب ناقص 16 يو دي يو. أرجع أعوض في التكامل. بإمكانك أيضا تغير حدود التكامل إذا كان الإكس بصفر اليو تطلع 2، وإذا كان الإكس 25 الإكس 25 يطلع هنا عندي 5 زائد 4 25، يصير اليو 3.
فأصبح التكامل الآن بحدوده الجديدة وبالمتغير الجديد من 2 إلى 3. الدي إكس هي عبارة عن 4 يوتا كعيب ناقص 16 يوتا ربيع على جذر يوتا ربيع ديو. فلاحظ هنا جذر يوتا ربيع، تروح الجذر مع التربيع، وهذا كذا خلصت أنا من الجذر اللي تحت. 4 يوتا كعيب ناقص 16 يوتا ربيع على يو دي يو. هذا التكامل حتى أحسبه ممكن أوزع. أربعة يو تربيع ناقص 16 يو، أنا كامل 4 يو تكعيب على 3 ناقص 16 يو تربيع على 2، يعني 8 يو تربيع. والحدود من 2 إلى 3، عوض بالحدود 4 في 27 على 3 ناقص 9 في 8 72 ناقص، عوض باثنين، 8 في 4 32 على 3 ناقص 4 في 8 32 يساوي 4 27 على 3 9 في 4 36، 36 ناقص 72 ناقص 32 على 3 زائد 32 يساوي 32 و4 و36 68 ناقص 4 ناقص 32 على 3 يساوي ناقص 32 ناقص 12 على 3 ناقص 44 على 3. فهنا يعني البداية فرضنا اللي تحت الجذر يو تربيع، واشتقينا وعوضنا عن الجذر إكس قيمتها يو تربيع ناقص 4، بعدين فكينا القوس بعدين رجعنا عوضنا بالتكامل. إذا كانت الإكس بصفر، الإكس بصفر يطلع اليو باثنين، وإذا كان الإكس ب25 جذر 25 خمسة، 5 زائد 4 9 يطلع اليو 3. هنا كملنا 4 يو تربيع ناقص 16 يو، 4 يو تكعيب على 3 ناقص 9 يو تربيع على 16 يو تربيع على 2، 16 على 2 8، عوضنا بالحدود
27 على 3 ناقص 9 72 ناقص 32 8 في 4 32 على 3 ناقص 4 في 8 32 بعدين 27 على 3 9 9 في 4 36 ناقص 72 ناقص 32 زائد 32 يطلع عندنا 68 ناقص 72 ناقص 4 ناقص 32 على 3 واحد مقامات ناقص 12 ناقص 32 ناقص 44 على 3 هذا أيضا من التكاملات المتنوعة، يعني ما لها قاعدة معينة، لكن في مثل هذا السؤال عندي جذرين، عندي جذر تربيعي وعندي جذر تكعيبي، فكيف أخلص من الجذرين معا؟ عشان نخلص من الجذر التكعيبي والجذر التكعيبي معا، الفرضية المناسبة هي التالية: أضع إكس تساوي يو أس المضاعف المشترك الأصغر لاثنين والثلاثة اللي هو 6، وأجيب المشتقة للطرفين دي إكس يساوي 6 يو أس 5 دي يو، وعوض في التكامل بيصلح، طبعا التكامل بيصبح بدلالة اليو جذر الإكس هي يو أس 6 والدي اكس هي 6 يو اس 5 دي يو على 1 زائد الجذر الثالث ل اكس اس عفوا يو اس 6. الستة تطلع برا التكامل، هنا جذر يو اس 6 هي يو تربيع في يو اس 5 على 1 زائد الجذر الثالث اليو 6 هي يو التربيع دي. أصبح السؤال ما في جذور، فممكن تعامل معه أسهل، يو 7 على 1 زائد يو تربيع. طبعا هذا رجعنا إلى السكشن 7.4، لأن البسط الآن يو 7 بولونوميال، والمقام 1 زائد يو تربيع بولونوميال، درجة البسط أقل، درجة البسط عفوا أكبر من درجة المقام، إذا نفكر بطريقة اللونج ديفيجن. يو اس 7 أقسمها على 1 زائد يو تربيع يطلع يو اس 5، يو اس 5 زائد يو اس عفوا يو اس 7 يوس 5 بعدين ناقص يو تكعيب ناقص يوس 5 ناقص يو تكعيب بعدين يو تكعيب زائد يو فكذا انتهت القسمة، يصير عندي تكامل يساوي 6 تكامل خارج القسمة
بعدين الباقي على المقسوم عليه ديو تساوي 6 يؤس 6 على 6 يؤس 4 على 4 يو تربيع على 2 ناقص نص لن المقام زائد سي ورجع اليو أصلها واضرب 6 جوا القوس. اليو 6 هي إكس إكس ناقص 3 على 2 هنا طبعا لو بغينا نجيب الإكس أو اليو اليو هي عبارة عن إكس والست والسدس إكس أس 4 على 6 زائد 3 إكس والثلث زائد 3 لن 1 زائد إكس والثلث زائد سي فهنا في البداية وضعنا x يساوي u اس 6 اشتقينا dx يساوي 6 u اس 5 du عوضنا في التكامل جذر ال x هي u اس 6 وال dx 6 u اس 5 du على 1 زائد الجذر الثالث لل x هي u اس 6 6 طلعناها برا التكامل جذر u اس 6 عفوا هنا u تكعيب يو تكعيب جذر يو 6 هي يو تكعيب يو 5 على 1 زائد الجذر التكعيب اليو 6 نعم يو تربيع فيطلع هنا يو 8 ونعيد الحل هنا
يو ثمانية على واحد زائد يو تربيع يو ستة ناقص ثمانية يو ستة ناقص يو ستة ناقص يو أربعة ناقص يو ستة ناقص يو أربعة يوس أربعة يو تربيع يوس أربعة زاد يو تربيع ناقص يو تربيع ناقص واحد ناقص يو تربيع ناقص واحد نتوقف لأن الباقي واحد طلع الآن اللي هو خارج القسمة زائد الباقي على المقسوم عليه يطلع هنا يوس سبعة على سبعة يوس خمسة على خمسة يو تكعيب على ثلاثة يو زائد تان انفرس يو زائد سي ستة على سبعة اليو هي اكس والسدس يعني اكس اس سبعة على ستة ناقص ستة على خمسة اكس اس خمسة على ستة هنا اكس اس نص على ثلاثة ناقص اكس اس زائد تان انفرس اكس اس زائد سي عفوا هنا اثنين ستة ضرب هنا اثنين هنا ستة وهنا ستة سؤال 32 اكس الثلث زائد واحد على اكس الثلث ناقص واحد دي اكس ايضا ابغى اتخلص من الجذر الثالث الاكس اضع الاكس يساوي يو تكعيب دي اكس يساوي ثلاثة يو تربيع دي يو يصير التكامل يساوي اكس هي يو تكعيب اس ثلث زاد واحد على الاكس هي يو تكعيب اس ثلث ناقص واحد والدي اكس هي ثلاثة يو تربيع دي يو يو تكعيب اس ثلث اللي هي يو زاد واحد على يو ناقص واحد ثلاثة يو تربيع دي يو ثلاثة يو تربيع اضربها في يو زاد واحد البسط البسط لان هذا على واحد اضرب البسط البسط ثلاثة يو تكعيب زائد ثلاثة يو على المقام في المقام وهذه استخدم فيها اللونج ديفيجن لأن درجة البسط أكبر من درجة المقام كثيرة حدود على كثيرة حدود
عندي الآن هنا هذه تكاملات فيها ساين كوساين. أنا ممكن أستخدم طريقة ما تسمى تحوية نصف الزاوية، اللي هي الدي إكس عبارة عن اثنين دي يو على واحد زائد يو تربيع، والساين اكس عبارة عن اثنين يو على واحد زائد يو تربيع، الكوساين اكس عبارة عن واحد ناقص يو تربيع على واحد زائد يو تربيع. ونعوض في التكامل، الدي اكس هي عبارة عن اثنين دي يو على واحد زائد يو تربيع على واحد زائد الساين اكس عبارة عن اثنين يو على واحد زائد يو تربيع. لاحظ المقام واحد زائد يو تربيع فيها كلها، والكوساين عبارة عن واحد ناقص يو تربيع على واحد زائد يو تربيع. ثم بعدين توحد مقامات في هنا في المقام حتى تحصل على كسر واحد. إذا حصلت على كسر واحد اقسم الكسر اللي فوق اثنين على واحد زائد يو تربيع على الكسر اللي حصلت عليه تحت، وكمل الحل. بيطلع عندك كثير، غالبا كثيرة حدود على كثيرة حدود تستخدم فيها السكشن 7.4. ثم تحل يطلع الجواب بدلالة اليو، ثم نعوض عن كل يو ب تان اكس على 2. يعني هذه قاعدة، أي يو تلقاها في الجواب النهائي تعوض عن أي يو بتان إكس على 2. هذه اسمها تحويلة نصف الزاوية، أو تحويلة نصف الزاوية. نصف الزاوية جاء من تان إكس على 2. أيضا نعوض تحويلة نصف الزاوية، الدي اكس عبارة عن 2 دي يو على 1 زائد يو تربيع على التان، هي عبارة عن 2 يو على 1 ناقص يو تربيع، والساين اكس عبارة عن 2 يو على 1 زائد يو تربيع. ونوحد مقامات في المقام ونحصل على كسر واحد. الكسر هذا نقسم الكسر اثنين على واحد زائد يو تربيع اللي في البسط على الكسر اللي حصلنا عليه في المقام، بيطلع معنا كثيرة حدود على كثيرة حدود، ونستخدم فيه السكشن 7.4 ويطلع معنا الجواب بدلالة اليو. وفي الجواب نعوض عن كل يو بتان اكس على 2.